صباح الخير يا جماعة، من واقع الطبيعة on the beach. أنا بقول لكم صباح الخير. الأول وأحب أقول الأول أشكر الفولورز واللايكرز والسبورترز اللي عندي، وأشكر برضو الناس اللي بتغلوا وبتحقد عليا، لأن ده بيديني دافع إن أنا أطلع للأمام. وأحب أقول لهم يعني إن هم لا يعنوا لي شيء، وتابعوا التفاصيل في مجلة أوراق بحرية مع برنامج كنز في الصندوق. انتظروا حلقة جديدة ومهمة جدا 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 جدا، بس المرة الجاية مش هتبقى معانا، هنعرف في الحلقة الجاية هي هتبقى ايه. شكرا.